عليكم ورحمة الله. جينا لكم بقى بالفيديو على طول وراه علشان انا وعدتكم، وان شاء الله فيديو هيعجبكم بإذن الله. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس عشان نوصلكم اي جديد، وما ننساش نعمل اللايك عشان ده بيدعمني كتير قوي. قصة البنت والجن العاشق، ودي قصة حقيقية، ويا رب الفيديو يعجبكم. ويلا نخش على الفيديو عشان ما اطولش عليكم. هنحكي قصة البنت، ونفترض ان اسمها مريم. مريم كانت بنت جميلة جدا جدا جدا، وكانت دايما بتحب الحياة، بتقعد تضحك وتهزر وتلعب وتتنطط وبتحب الحياة. بنت جميلة جدا وحيوية. جت في يوم زي بقية الأيام العادية، قاعدة في البيت، ما كانش في حد من أهلها موجود، وهي شغلت أغاني وقعدت ترقص وتلعب وتجري وتروح وتيجي وتتنطط وترقص وتروح قدام المراية تحط ميك اب وتعمل شعرها ومش عارف ايه. في نفس اليوم ده بالليل جت نامت، حلم مرعب خلاها تحس ان فعلا في حاجة غلط. راحت البنت قالت لمامتها، يا ماما انا حلمت بكذا. راحت قالت لها، عادي يا بنتي، ممكن تكوني انت بس ما سميتيش بالله قبل ما تنامي، ما قراتيش قرآن اي حاجة. فمريم قالت لها، ممكن يا ماما. فمريم لما جت دخلت الحمام عشان تستحمى، لقت ايديها متخربشة خربوش كبير قوي. فساعتها اتخضت وخافت قوي، وطلعت من برا الحمام بسرعة بسرعة رهيبة. راحت قالت لمامتها، يا ماما الحي دراعي كله متخربش. فمامتها قالت لها، ممكن تكوني وانت بتستحمي غصب عنك ايدك خربشت نفسك. يعني مامتها ما كانتش قادرة تستوعب ان ممكن يكون في حاجة بتعمل فيها كده. هالبنت جت تاني يوم نامت برضو بتحلم بكوابيس وحاجات مرعبة بتخليها تقوم مفزوعة من النوم لدرجة الخوف. فراحت نامت جنب مامتها، قالت لها، يا ماما انا مش هقدر ان انا انام لوحدي، انا النهارده هنام معاكي. فالبنت برضو وهي نايمه جنب مامتها حست بايد ساقعه بتتلمس على جسمها. هي البنت كانت دايما بتلبس كوت وحاجات من ديت، فحست بهوا ساقع وايد ساقعه بتلمس جسمها، لدرجه ان البنت جسمها اشعر وخافت واتخضت، وحست ان هي مش قادرة تتكلم، وحست ان هي اتربطت في السرير، وان هي مش قادرة حتى تنادي مامتها مع ان مامتها جنبها. لاحظت ان مامتها كأنها دخلت في غيبوبة. فالبنت عمالة تحاول ان هي تتكلم او تطلع لسانها حتى مش قادرة، وان هي عمالة تصوت، وهي بس اللي سمع صوتها. يعني هي بس اللي سمع صوتها، وما فيش حد قادر ان هو يسمع صوتها في البيت غير نفسها. لحد ما البنت فكت نفسها وراحت قالت لمامتها، يا ماما حصل معايا كذا كذا كذا. الام قالت لها، لا انت كده مش طبيعيه. المهم الام قالت لها، يا بنتي حاولي ان انت يعني تنامي تقري قران قبل ما تنامي وصلي وكده. البنت ما سمعتش كلام مامتها، وللاسف ما صلتش وما رجعتش لربنا، وان هي قالت يمكن انا متهيألي، يمكن انا مش عارف ايه وبتاع. والبنت فضلت زي ما هي على الوضع بتاعها، ترقص وتلعب وتتنطط ونفس النظام بتعمله على طول. فمريم ابتدت حالتها تسوء يوم عن يوم بسبب الاحلام والكوابيس المفزعة اللي هي بتقدرش ان هي تنام نهائي، بقت تخاف ان هي تنام حتى. جت يوم البنت قعدت في الأوضة لوحدها، كانت بتذاكر، ابتدت تحس ان ايديها ورجليها ابتدوا يتربطوا، مش بتقدر ان تنادي ولا بتقدر تتحرك مرة تانية. وابتدت تحس ان في حد عاوز يلمسها باي طريقة. البنت من ربنا، من حب ربنا فيها، قدرت ان هي تفك نفسها وراحت لمامتها قالت لها على اللي حصل. قالت لها، يا بنتي انا قلتلك صلي وانتي اللي ما سمعتيش كلامي. راحت البنت قالت لها، حاضر يا ماما انا هصلي وهسمع كلامك وهكذا. المهم البنت برضو كبرت دماغها وما سمعتش كلام مامتها، وفضلت برضو على هذا الحال وعلى هذا الوضع، لحد ما جه في يوم ابتدت تسمع اصوات غريبة جدا، كأن في حد نايم جنبها في الأوضة، صوت نفس على السرير، ابتدت تحس برهبة،
ابتدت تحس ان هي كأن السرير بيتهز بيها وهي لوحدها، ابتدت تحس بحاجات غريبة لدرجة ان هي حتى وهي نايمة بتسمع صوت قبل ما تنام، يعني هي ما دخلتش لسه في النوم بتسمع ان في حد بيكلمها في ودنها، وكمان بتشوف حاجات قبل ما هي تنام اصلا، يعني هي لسه بتبقى صاحية بتشوف ان هي كأنها في مكان وفي حد معاها عاوز يتكلم معاها او يروح لها بالعافية او يتجوزها بالعافية، والبنت بتحاول ترفضه بأي طريقة. طبعا هي بتحاول ان هي ترفضه، لو هي ما كانتش بتحاول ترفضه طبعا ده كان هيبقى مصيبة، كان ممكن يحصل لها اي حاجة تانية. طبعا قعدت فترة على هذا الوضع لحد ما جاي في يوم صاحبتها قالت لها يا مريم مش هينفع اللي انت فيه دوت، ولازم لازم تروحي لحد يشوف علاج ليكي. قلت لها علاج؟ انا مش مريضة. قلت لها لا، انت لازم تروحي للشيخ، ممكن يكون في حاجة غلط. انت راحت فعلا مريم للشيخ مع صاحبتها، وطلع الشيخ ده نصاب ودجال، وراح قال لها ده انت عندك معمول لك سحر وانت مش عارف ايه وانت وانت وانت، وادها شوية حاجات وضحك عليها وخد شوية فلوس وشكرا على كده. روحت البنت لقت ان حالتها بتسوء اكتر واكتر، وابتدى الحاجات اللي كانت بتحصل لها تبقى زي ما تقول اللي عليها غضب او ايه، ابتدت جسمها تتخربش، ابتدى يحصل لها مشاكل، ابتدى يحصل لها مضاعفات جسمانية، حتى لدرجة ان هي ما بقتش عارفة تاكل او تشرب. راحت لجأت لمامتها قالت لها يا ماما انا عملت كذا كذا. راحت مامتها زعقت لها وقالت لها انت ليه عملت كده. المهم مامتها خدتها لشيخ كويس، وراح الشيخ قال لها بنتك فيها جن عاشق وهو اللي عامل فيها ده كله. فراحت البنت اتخضت واتصدمت وقالت ازاي ومش عارف ايه، وراح الشيخ قال لها احكي لي الاحلام اللي انت بتحلمي بيها. فراحت البنت حكت له كل الاحلام اللي هي كانت بتحلم بيها. فراح قال لها انت الجن ده عاوز يتجوزك وياخدك للعالم الاخر بتاعه، وكويس ان انت رفضتي، لانك انت لو ما كنتيش رفضتي كان فعلا حرفيا كان ممكن حصل لك اي حاجة. البنت فعلا اتفزعت من كلام الشيخ وقالت له طيب خلاص انا اعمل ايه دلوقتي. قال لها ما عندكيش غير حل واحد، انك تقربي من ربنا وهو هيبعد عنك كل شر. البنت فعلا ابتدت تخاف وابتدت تعرف ان فعلا من الله اللي بيقرب منه محدش يقدر يجي جنبه، وابتدت فعلا حرفيا ان هي تروح تبتدي تصلي وتقرب من ربنا وتصوم وكل الكلام ده. والحمد لله البنت ابتدت الكلام ده يبعد عنها واحدة واحدة. فالبنت رجعت قطعت الصلاة تاني وبعدت عن ربنا مرة اخرى، رجعت بعدت عن ربنا تاني، فللأسف حصل لها المضاعفات بس اوحش من الاول، لان الجن كان غضبان جدا جدا وهو ما كانش لسه طلع، هو كان هدي لان هي بعدت ان هي قربت من ربنا وهو ابتدى يبعد عنها او يكش او يخاف بمعنى اصح. فالبنت لما ابتدت ان هي ترجع تاني لما لقيت الدنيا هديت وكده، فهو ابتدى يضايقها بحاجات تانية خالص، ده فعلا مضايقها على السرير في الاوضه في الحمام وهي نايمه وهي صاحيه في اي وقت، لحد ما البنت ابتدت ان هي ترجع لحالتها تسوء مره اخرى. فراحت للشيخ قالت له انا بعيد تاني وحصل معايا كذا كذا كذا. الشيخ قال لها انت اللي بايدك العلاج، مش حد غيرك، انت وبس، انت اللي بايدك ان انت تعالجي وتخفي، وانتي اللي بايدك اللي تبعدي عن ربنا، وانتي اللي بايدك تقربي من ربنا. وهو كان فعلا عنده حق، لان هو اساسا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت ان الجن كائن ضعيف جدا، وان هو لو ما كانش ضعيف ما كانش هيخاف من القرآن وهيخاف من حاجات كتير، هو فعلا كائن ضعيف. ابتدت الجن ان هي ترجع تاني تقرب من ربنا، والحمد لله ان هي رجعت تصلي، والحمد لله خفت وبقت كويسة جدا جدا، وابتدت ان هي تقرب اكتر واكتر اكتر واكتر من ربنا في صوم وفي صلاة وفي زكاة. والحمد لله البنت الجن بعد عنها نهائي، ومريم رجعت لحياتها الطبيعية وابتدت تروح كليتها وابتدت تعيش حياتها وتمارسها بكل طبيعي وبكل حيوية، وابتدت ان هي
تبقى ملتزمة التزام شديد علشان ما فيش حاجة تيجي تقرب منها تاني. وبس كده، يا رب تكون الحلقة عجبتكم والقصة بسيطة وخفيفة وان شاء الله تكون عجبتكم. وبتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس ونعمل اللايك عشان ده بيدعمني كتير قوي وبيساعدني ان انا اكمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.